برداش برداش سبق وقت دراري طلع النيفو بزاف. What the fuck برداش والاخر شلا صعب وش برداش هذا ولا وايت لعب كونت برداش شلا ما يمكنش مش حمقنيش برداش هربسي. هذا الفيديو هذا غيكون وايت ضد برداش الدراري واحد الروم اللي ما يمكنش راسك غيوقف. قولوا لي في نظركم شكون اللي غادي يربح واش وايت ولا برداش وماشي شي وايت اللي شي واحد غيقول لك لا انا راه وايت وايت حقيقي وغيكون جنين وجنين راكم عارفين انه صاحبه راه ما يمكنش يلعب مع شي واحد فيك بسميه وايت على بركه البنات. والله بالك دب عليكم الدراري تلاقي واحد تحديد البنات غادي يصوروا الاهداف ديالو واللي عنده احسن وحدين غادي يتربح. وخدت ما عطلاتنيش قالت لي اي في العشيه يكونوا عندك صيفطي واحد الكاطا هذيك تا غنجي نسكن في كازا باش نسند لك على الضبيب هذيك خدنا والله الا دراري طلعت أو مشيت لي كوري يا الله شلون هذا شيء يتحمل يخ برداش ترى الرابي ترى صافي انا الله يحفظك لي حتى هذا بالي زويون ها هو ما فيهش كما قلت لي دا ما يجبدني واي شي يرب اضرب الفئام كتسق فيك الان مزهر اوكي الدراري بلان ديال كريستيانو شفت شي لعيبات وهذه واو شاف جيش جيش برد